أم نادية من هنا أمي. نبيل حبيبي وحشتني. وحشتني إيه؟ بقول لك المكان ده اللي بيقعد فيه. تعالى اقعد 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 بس ده أنا لسه سايبالك شوية. سايبالي شوية إيه؟ بقول لك المكان ده اللي بيقعد فيه حسين باشا. طب ما نشرب حاجة طيب. نشرب إيه؟ ما هي دي المشاريب اللي بيشربها حسين باشا. يو بقى يا حبيبي والنبي ده أنت الباشا وعمدة الناس كلها. أنا إيه؟ أنت الباشا وعمدة الناس كلها. أيوة يا بنت، ترجعت لي ثقتي بنفسي. عودي حبيبي. أنا باشا وعمدة الناس كلها. انت يا شيخ الغفر ما تدخلش حد علينا، القعده برايفت على قدنا. ده احنا هنعمل شغل لابسان ابيض وانا لابس لك احمر. ده النهارده لقاء القمه. اتكسف يا ولد بس. ايه ده؟ ايه يا بابا؟ ايه ده؟ ايه يا حبيبي في ايه؟ انت خلصت على المشاريب بتاعت الكافيتيريا؟ لا يا روحي لسه في كتير عندهم جوه. عندهم كتير جوه؟ وانت جايه تشحطبي عليها ايه؟ ايه ده؟ ايه شيخ ده؟ شكل الكافيتيريا دي غاليه. لا يا حبيبي مش غاليه، انا في واحد جه هنا وقال لي ان في مينيمم تشارج. قال لك في مينيمم تشارج؟ مينيمم تشارج. كتاب اللدني دايخ عليه بره مش لاقيه، الحمد لله انه موجود الحمد لله. هو ايه مينيمم تشارج ده بابا؟ ها؟ هو ايه ده؟ عصير. عصير ايه؟ دي ذكر التفاح مع انثى البطيخ، حاجه نقاوه يعني، حاجه حلوه قوي. سيبك منه، المهم انت كلتي؟ وانا اقدر احط لقمه في بقي من غيرك يا بلبل؟ ده انا يا دوبك صبرت نفسي بس كم حته فرخه مشويه كده. اللي انت نفسها ولا ايه؟ نفسها كم حته فرخه مشويه؟ اه ناديه فيها ايه؟ حرام عليكي، حرام عليك يا شيخي، ارحميني، دي كلها مصاريف. مستخسر فيه الاكل كمان يا بلبل. يا شيخه اسكتي. مش مشكله، هناكل. هاكلك الاكله اللي بياكلها حسين بيه. وايه بقى الاكله اللي بيحب ياكلها حسين بيه؟ بص انا ما اعرفهاش، بس هو دايما كان ينادي يقول يا متر والنبي هات لنا وايبس. وايه الوايبس ده يا حبيبي؟ تقريبا سندوتشات. الله. اه بس سندوتشات معطره، بيقولوا ريحتها حلوه قوي. الله. تاكليها في منها بالورد وفي منها بالليمون. انا بقى عايزه من ابو ليمون ده ويحط لي عليه نعناع، انا بحبه بالنعناع. امسكي ايدك شويه بقى يا نادي. الله، ما ايه المصاريف دي؟ الله، يا شيخ حرام عليك، انت صرفت لك بتاع 250 جنيه في القعده دي. بصراحه يا بلبل هو مش 250 جنيه. امال كام؟ وقال لي 1000. 1000 سلامه عليك. ألف سلامة عليك وعلى دماغك اللي اتلحست. ليه يا حبيبي؟ ما أنت طالبة لي حاجات بألف جنيه. ليه؟ وأنا شغال في الخليج ولا إيه؟ أنت بتعملي فيا كده ليه وليه؟ فيا يا بلبل؟ بقول لك إيه؟ والله العظيم أسيبك. ده أنت لو فكرت تسيبني ده أنا أروح فيك السجن وأجيب بطنك كده بجيج من قدامك يا أبو 10,000 ملطوش أنت. ايه يا نادي، هو الواحد ما يعرفش يهزر معاك يا شيخي. بهزر معاكي، ده انا بحبك يا بيت، حتى انا اعمل لك مفاجاه. ايه يا بلبل يلا بسرعه. غمضي عينيكي. ان 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 فتحي. الله يا بلبل، انت شاريني الورده دي؟ لا شاريها ايه، ده انا اطفها من الشجره اللي بره. المستخسر ينفع خالك واسع قوي، انا شاريها.